مساء الخير. من بعد ما شارك الفيلم السينمائي اللبناني ترويقة في بيروت بالعديد من المهرجانات العربية والأوروبية، كان من المقرر أنه يشارك بمهرجان الكويت الأول للسينما اللي بينطلق بعد 4 أيام، ولكن وزارة الإعلام الكويتية ما منحته إجازة عرض، وبالتالي منع عرضه بالمهرجان. مخرجة الفيلم فرح الهاشم، وهي لبنانية لجهة الأم وكويتية لجهة الأب، شو بتقول عن موضوع فيلمها وأسباب منع عرضه بالكويت؟ مباشرة عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس، حيث هي متواجدة. فرح، أهلا وسهلا فيك. شو هي الأسباب يلي خلت الرقابة بالكويت تمنع عرض فيلمك؟ وصلني إيميل امبارح بيقول إنه الرقابة الكويتية منعت الفيلم لأسباب لها علاقة بالدرس كود للممثلات بالفيلم. في مقاطع من الحوار كانت not acceptable، غير مقبولة للمعايير التقليدية. الفيلم عن شو بيحكي وشو هو الدرس كود؟ يعني شو هي الملابس يلي لبسينها الممثلات وشو هو الحديث يلي تم الاعتراض عليه؟ الفيلم بيحكي عن مجموعة من اللبنانية اللي عايشين برا لبنان وجواتها، وبيحكوا عن علاقتهم مع المدينة وحبهم الغير مفهوم لهالمدينة، لأن بيروت في عندها مثل love hate relationship معها، نحن ما بنفهمه وذر بنسافر أو بنجي. فالفيلم بيلحق رحلتي أنا وصديقة اللي ناتاشا شوفاني اللي بتشاركني البطولة مع عدد كبير من الفنانين مثل بديع أبو شقرة وعبد العزيز عبد الرحيم العوجي ومحمود حجاج المخرج اللبناني، وكل واحد بيحكي بيعترف قدام الكاميرا confession يعني عن حبه وعلاقته المعقدة مع هالمدينة. فالفيلم كتير حساس وكتير شخصي وكتير personal وintimate وحميمي مع علاقتنا ببيروت. يعني بالفيلم تبعك ما تطرقتي لمواضيع خاصة بالسياسة بالأمن؟ بلا، تم التطرق لمواضيع سياسية بس بطريقة كتير فنية، مش بطريقة إنه عم هاجم أحد، يعني بطريقة أكثر يعني بطريقة كتير سيمبل وبسيطة. معقول يكون هيدا السبب؟ ما بعتقد ابدا، بس بعتقد ما بعرف، يمكن تكون البيئه الكويتيه مختلفه جدا عن البيئه اللبنانيه، وفي قصص يمكن احنا نعتبرها جدا بسيطه بحياتنا ببيروت يمكن تختلف بالكويت. شكرا لك فرح الهاشم، مخرجه الفيلم، حكيناك مباشره عبر سكايب من فرنسا. وهذا كان موضوعنا بنشرتنا لليله، ضلوا بألف خير.